الله حسن. الحمد لله على كل حال. هذه الكلمه نبدا نقولها، نبدا نقولها الحمد لله. امين يا ربي، امين. الله الطبيب، الطبيب قال لي دابا في هذه اليومين غنكون عنده باش يشخص الحاله، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى يخفف عليا. هذه الكلمه اللي نقول انا كل نهار تن الحمد لله كاين تحسن. الحمد لله الكلمه دابا في هذه اليومين ان شاء الله غنعرف، تنقول يا ربي يخفف عليا، يا ربي يخفف عليا، يا ربي يخفف عليا، يا ربي يخفف عليا. كانوا خرجوا واحد بزاف ديال الجمهور كيتسائل عليك الريفي وكيقول لك يعني انت غادي ترجع لنا بخير ولا خير ويعني وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يخفف عليا. دابا باقي ما تنفكرش كاع في الدومين، دابا صافي تنفكر غير نكون مزيان الحمد لله. هذا الشيء اللي بغى الله سبحانه وتعالى. كانوا خرجوا مجموعه من الرقات وهذاك، واش كان شي نتيجه ديال هذه الرقات ولا المحاضره؟ الحمد لله مشيت عندهم، الحمد لله على كل حال. كاين واحد السيد مسكين حتى هو الله يكثر خيره، الحمد لله من عند هذه الرقيه شي تيقول لك ما واكلش، فهمتي؟ ف ما عندي ما نقول هادشي. هذا وليتي لاباس وبحاله جيده، واش تعتزل عن غيرك؟ ما بقاش عندي المورال حتى شي حاجه، ما عنديش المورال كاع، ما عنديش المورال حتى شي حاجه كاع. واش كتحاول انك انت تخدم على الخطوه اللي خدم عليها ادم النابلسي؟ كلشي ممكن. انا اصلا باغي ارتاح، باغي الراحه بزاف. ما نفسانيا ما ماشي هذاك، ما عنديش المورال. فالحمد لله انت حيت تنتوجع، ف الله يصبرني. دراسه الغناء صافي، ما بقيت نفكر في حتى شي حاجه غير في صحتي الفيزيك نكون مزيان فالحمد لله. اكيد نفسانيا راه حيت تنتوجع، فالحمد لله على كل حال.